اليوم احذروا شو رح نعمل. هنا رح تعلمنا نصنع دمى صغيرة كتير 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 هالقد قد إصبعنا، ورح أترك لكم أنتوا الخيار كيف تتخيلوا وتعملوا فيها قصة ومسرحية. خلينا نشوف مع بعض ونتعلم. مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ بدنا نتعلم اليوم نعمل دمى بس صغار كتير رح نقدر نحطهم على أصابعنا، أوكي؟ اسمهم finger puppets بالإنجليزي. هلأ عشان إيش رح نحتاج عشان نعملهم؟ أول إشي قماش، صمغ، قلم ماركر أسود، مقص، وإبرة وخيط. هلأ أول إشي رح نعمله رح ناخد واحد من الألوان القماش، أوكي؟ أول إشي رح أختار أي أصبع رح أنقي عشان أحط عليه البابت، أوكي؟ بعدين رح أخذ الماركر وأرسم حواليه شوي أكبر من أصبعي عشان يقدر يدخل فيه. المفروض هيك يكون في مسافة نص سنتي مثلاً. بعد ما أخلص قص رح أرجع كمان مرة أقص زيه بالضبط. هلا اذا زي عندي مبين الماركر شوي رح اقلبه احطه على الجهه الثانيه، اوكي هيك. بعدين رح اجيب ابره وخيط بعمل عقده عشان ما يطلع الخيط من القماشه. وبدي أخيط حوالين القطعة القماش. بعد ما نخلص رح نقص الخيط ونربطها بنقص الزيادة. هلأ هيك صار عنا جاهز الجسم. هلأ رح نعمل الوجه تبع البابت. أنا رح أعمل مثلا دجاجة، أوكي. رح أقص منقار هيك مثلث صغير وبقدر أحط صمغ عليه وبلزق. هيك هلأ بقدر أعمل عيون مثلا برسمهم. بيضل الجزء هذا الأحمر بقص هذا الشكل زي شكل قطرة مي، أوكي. وبلزقها هون. هيك بكون خلص. هلا أنا عملت شكل تاني كمان، عملت عصفور تقدر تحطوه على أصبعكم هيك، أوكي. طبعا تقدر تعملوا أشكال تانية وتقدر تعمل مسرحية منهم، وعلى كل أصبع تقدر تحطوا واحد، وكتير سهل تعملوهم ومسليين. وبتمنى تكونوا استمتعتوا وبشوفكم الحلقة الجاي. باي.